بسم الله الرحمن الرحيم. عليه توكلنا وبه نستعين. يشرفني اليوم حقيقة دولة رئيس الوزراء أن أرحب بكم، أرحب بفلسطين رئيساً، حكومةً، شعباً، وبالإخوة الوفد المرافق. فلسطين دائماً تعيش في تعشعش كما سمعنا منكم خلال الاجتماع اليوم في قلوبنا. فلسطين عزيزة علينا، وشعبها شعب شجاع استطاع الدفاع عن كرامتنا جميعاً وعن حقوقنا جميعاً، وحقيقة تضحيات الشعب الفلسطيني لا تقدر. لا أعرف ماذا كان سيكون حالنا لولا هذه التضحيات للشعب الفلسطيني. موقف العراق في القضية الفلسطينية طوال الفترة الماضية، منذ أن بدأنا نسمع هناك قضية فلسطينية منذ مؤتمر بازل وبعد ذلك، والهجرات والكتب البيضاء والكتب السوداء وكل هذه المؤامرات التي حصلت، وبالفور موقف العراق كان دائماً واضح، كان دائماً ساند ولم يقف في يوم من الأيام ضد إرادة الشعب الفلسطيني، ولم تكن له زلة واحدة في هذه القضية المصيرية. دائماً كان مع الحق، دائماً كان مع حق العودة حتى بعد أن اغتصبت فلسطين، مع حق العودة ومع تأسيس الدولة والحق في القدس، الحق الكامل في القدس، ولم يقبل بأي مشروع استيطاني وبأي مشروع غادر، سواء مباشر في مواجهات مباشرة أو طعن من الخلف. دائما العراق كان هذا موقفه، والعراق لم يضحي تضحيات الشعب الفلسطيني، لكن أيضا عوقب مرات عديدة بسبب هذا الموقف من القضية الفلسطينية. في كل الأعمال اليوم التي تجري على كافة الصعد، العراق ساند فلسطين في المحافل الدولية، في المحافل الإقليمية، مباشرة مع الإخوة الفلسطينيين. أرسل جيشه مرات عديدة إلى فلسطين، ولدينا اليوم هناك مقابر لشهدائنا في جنين وفي غير جنين، ونفتخر بذلك، ليس فقط من القوات المسلحة، من الجيش العراقي. نحن في كل المعارك التي خاض فيها الإخوة الفلسطينيون معاركهم كنا معهم، ولدينا شهداء في كل هذه المواقع أينما كانت الأرض التي قاتل بها الإخوة الفلسطينيين. فدماؤنا مشتركة، لنا واقع وتاريخ مشترك، تضحياتنا مشتركة، وإن شاء الله واقعنا ومستقبلنا أيضا مشترك في الانتصار النهائي على آخر أشكال الاستعمار والاستيطان. هذا آخر شكل بعد جنوب أفريقيا، هذا آخر شكل من أشكال الاستيطان والاستعمار، ونحن واثقون أن الشعب الفلسطيني ونحن سننتصر في النهاية، ولا يوجد طريق آخر غير النصر النهائي. فنحن معكم دائما، نعرف المصاعب التي تمرون بها، نعرف الضغوطات، نعرف الحصار المفروض عليكم، نعرف الإجراءات القاسية ومحاولات شراء الذمم، لكن أنتم تقاومون ونحن نقاوم، ونحن مساندون لهذه الإجراءات بكل ما نستطيع من قوة وبكل ما نستطيع من إمكانية. لا أقول ليس حقيقة تباهي، لكن الموقف في قضية القدس أو في قضية الجولان أو في أي قضية عربية واجب وطني لا منية فيه. ونحيي تضحيات الشعب الفلسطيني. اليوم صفقة القرن وما رافقها من ضغوطات حقيقة تم مواجهتها بشكل مشرف، ونستطيع القول أن حتى من أراد تمرير هذه الصفقة الآن هم أصبحوا في ريبة وفي شك من إمكانيات أو من إمكانية تحقيق أي هدف
من هذه الأهداف. هناك ضغط كبير في محاولات الاستيطان وانتزاع الأرض من الإخوة الفلسطينيين من الشعب الفلسطيني، لكن الحمد لله هناك أيضا مقاومة وهناك تفهم إقليمي وعالمي كبير. الاعتراف بفلسطين يزداد وبدولة فلسطين تزداد، ونعتقد أن عدا التضحيات التي تقدم في هذا الطريق، وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة القضية الفلسطينية مع قضايانا في المنطقة العربية والإسلامية والأممية هو أمر في غاية الأهمية لعزل العدوان والمعتدين ولتحقيق النصر النهائي في فلسطين. اجتمعنا، بحثنا في أمور عديدة. حقيقة اجتمعنا كشعبين، اجتمعنا كدولتين أيضا وكحكومتين، وهذا أمر أيضا مفرح بالنسبة لنا. سابقا كنا نجتمع كمنظمات مقاتلة، لكن اليوم نجتمع كدول ونجتمع كحكومات، وهذا دلائل أو بشائر من بشائر النصر. عندما نصل إلى هذا المستوى، بحثنا في أمور تفصيلية في الزراعة وفي الصناعة وفي الاقتصاد وفي الصيرفة، وفي أن العراق يقدم ما عليه من واجبات مالية وما عليه من واجبات لدعم إخوانا الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية. بحثنا في هذه التفاصيل، وضعنا الأطر العامة، وأعتقد السادة الوزراء والمسؤولين سيجتمعون اجتماعات تفصيلية أكثر بنظرائهم لبحث التفاصيل ووضعها موضع التطبيق، ليس فقط كأطر عامة ومفاهيم، لكن أيضا وضع هذه القضايا موضع التطبيق. وإن شاء الله إن شاء الله الزيارات تستمر على هذا المستوى وتكون متبادلة، أن نزور أرض فلسطين كما تزورون أرض العراق، ونتشرف بذلك ونتعبد بذلك. وكلنا أمل وكلنا تفاؤل رغم صعوبة الظروف ورغم الضغوطات الشديدة، لكن دائما عندما يقترب النصر يشتد الحصار وتشتد التضحيات. نحن تعلمنا هذا من الإخوة الفلسطينيين، تعلمنا هذا من تاريخ طويل مشترك، ورغم كل الصعوبات لكننا متفائلون. ونحن مرة أخرى نرحب بدولتك ونحيي الرئيس محمود عباس ونحيي كافة الإخوة وكافة المناضلين وكافة المرابضين في الأرض، هناك من يرابط في الأرض ويدافع عن حقوقنا. نحن نحييهم ونرفض أي حصار ونرفض أي عقوبة توجه إلى فلسطين وشعب فلسطين، وفلسطين وشعبها له كامل الحق فيما يدعيه، ونحن نقف معه بالكامل وبدون أي شروط أو بدون أي تحفظات في أي ملف من هذه الملفات. أتمنى لكم إقامة سعيدة، وأتمنى لكل الإخوة مواصلة هذه الأبحاث بكل تفاصيلها، وأطلب من زملائي الإخوة أن نتعامل في هذا الملف كما هو ملفنا. نحن نقول أنتم أنفسنا، ليس فقط إخواننا، أنتم أنفسنا وقضيتكم قضيتنا. هذه ليست علاقات خارجية، هذه ليست دبلوماسية، وإنما قضيتكم قضيتنا، ونحن نفتخر بذلك. شكرا دولة رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الأخ الصديق المجاهد الدكتور الذي عرفناه منذ زمن طويل مقاتلاً من أجل الحق والحرية ومن أجل الديمقراطية ومن أجل رفعة الشعوب، بارك الله فيك. تشرفت اليوم وإخواني الوزراء بتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن أن نأتي بزيارة عمل حكومة دولة فلسطين مع حكومة دولة العراق الشقيق، وكما تفضلت هناك الوزراء سيقوموا
بعمل مشترك في القضايا ذات البعد المتعلق بالتعاون فيما بيننا. دولة الرئيس، نحن نزور العراق اليوم وأنتم تنهضون نهوض مشرف بعد أن انقلب السحر على الساحر، وبعد أن حققتم مزيج سياسي تحت قبة البرلمان تفخرون به ونحن نفخر به، أن العراق نهضت من ما كان يحاك ضدها وبقيت وحدة العراق لتبقى سند ليس فقط لفلسطين ولكن لكل قضايا الأمة العربية. وأنت وإخواني الوزراء تديروا مشهد معقد في عالم عربي تخض به كل ساحات التدخل، وبالتالي في الوقت الذي فيه العراق تعمل جاهدة على نزع فتيل حرب في المنطقة، نحن في فلسطين نحيي هذا الجهد ونحيي سياسة التوازنات التي تديرونها، لأن المنطقة تحتاج إلى الحكماء، ليس فقط المغامرون، ليس مغامرون ولكن نحتاج إلى الحكماء. وأحييك على هذه الحكمة وإلى إدارة الشأن العراقي على أكمل وجه، وتشرفنا اليوم بكوكبة من الوزراء الذين عرفنا فيهم فعلا أن فلسطين تعشعش في قلب كل الوزراء، وليس فقط الوزراء والمسؤولين ولكن كل مواطن عراقي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. العراق كان دائما عزيز على قلوبنا، وما في يوم في تاريخ القضية الفلسطينية إلا كان العراق مع فلسطين، وإن تعددت وتقلبت النظم دائما الشعب العراقي كان دائما مع فلسطين. ونحن لمسنا ذلك في تضحياتهم في عام 48، واليوم بقدم لك وثيقة تاريخها 29/4/1949، مقبرة في نابلس، ليس فقط مقبرة شهداء الجيش العراقي في جنين ولكن أيضا في مدينة نابلس، وهي بمساحة 4 دنم و200 متر، شاهد آخر على أن الدم الفلسطيني والدم العراقي قد اختلط بتربة وبجغرافية هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا. وتداخل التاريخ مع الجغرافيا منذ نبينا إبراهيم عليه السلام، ومرورا بكل الحضارات التي تشاركنا فيها سلبا أو إيجابا، ولكن ما بيبقى في الواد إلا الحجارة. الشعب الفلسطيني بقي ثابتا على أرضه، ونحن حراس الأقصى، ومثلما أنتم نهضتم في أصعب الظروف، شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه المدافع عن حقه، الذي تحاول دوائر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل أن تكسرنا من أجل أن نستسلم، من أجل أن نقبل بالضغط المالي وبغيره، أؤكد لك دولة الرئيس أن الفلسطيني لن يستسلم ولن يهزم ولن يقبل إلا بما هو حقه. ولذلك اليوم سمعنا منك كل الكلام الداعم وكل الكلام المؤيد، ونحن نزور العراق اليوم ونحن نتبنى بتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن استراتيجية الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال، والذهاب إلى عمقنا العربي. وقد زرنا بشكل رسمي الأردن الشقيق، واليوم نزور العراق الشقيق، ونحن نراكم على زيارة الرئيس أبو مازن الذي كان في زيارة رسمية وقد أنجز اجتماعات مهمة وقيمة، وتوجيهات لنا أن نراكم على ما خطه لنا بالخطوط العريضة. وجدت اليوم لدى دولة الأخ المناضل رئيس الوزراء الدكتور عادل، الذي تشرفت بلقاء اليوم وإخوان الوزراء، وجدت له ولديه قلباً وعقلاً ووطناً مفتوحاً من أجل فلسطين، ووجدت منه ومن إخوان الوزراء كل الدعم المعهود من أهلنا في العراق، الدولة والحكومة وشعبها. وتحدثنا أيضاً عن الهموم العامة، وشكرنا العراق على موقفه
في مقاطعة صفقة القرن رغم الظروف ورغم الضغوط، إلا أن العراق لم يشارك في ورشة المنامة التي نحن اعتبرناها حلقة من حلقات التآمر على القضية الفلسطينية، لأن الفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش وبحل اقتصادي، نحن نبحث عن حل سياسي. الإنسان الفلسطيني يبحث عن عزة نفس وكرامة وحرية واستقلال ودولة ذات سيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، هذا الذي نريده، وأي شيء ينتقص من ذلك لن نقبله بأي شكل من الأشكال، ودفعنا الغالي والثمين من أجل أن نحافظ على مبادئنا ونحافظ على ثوابتنا. مشكور أخي دولة الرئيس على القضايا التي تحدثنا فيها، وأتحت لنا مطلق الوقت وكامل الدخول في التفاصيل في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والقضايا المتعلقة بالزراعة والشؤون المالية، واستعداد العراق أن تساعدنا مادياً ومعنوياً مثلما كانت دائماً واقفة معنا مادياً وسياسياً. وإخواني الوزراء سيقوموا أيضاً بالتواصل مع إخوانهم من أجل أن نستكمل عملنا الورقي، وإحنا اليوم نقف ومعنا 140 دولة في العالم التي تعترف بفلسطين دولة وعاصمتها القدس، وهذا الإنجاز شاركت به العراق التي كانت دائماً أول من يصوت مع فلسطين في كل المحافل الدولية. وبالتالي إحنا اليوم لا نبدأ صفحة جديدة، أنا وياك جداد، بس إحنا ورانا تاريخ، وإن شاء الله أمامنا مستقبل مع بعض، لتبقى فلسطين والعراق قلباً واحداً نبضاً واحداً من أجل رفعة الأمة العربية والإسلامية. ونريد لهذا الهم والغم المسمى الاحتلال أن يزول. وأنا بهذه المناسبة باسم الرئيس أبو مازن أقدم لك والإخوان الوزراء دعوة رسمية بزيارة فلسطين في الوقت الذي يسمح فيه الوقت بالنسبة لكم. ستدخل الفرحة في قلوبنا جميعا إذا تم تتويج هذه الزيارة، وأتمنى أن تقبلوا هذه الزيارة. أحييك، أحيي العراق، أحيي رئيسها، رئيس وزرائها، أحزابها، أحيي قبة البرلمان التي ضمتكم جميعا، لأنه علمت درس أنه عندما يكون هناك if there is a will there is a way، لما بيكون في إرادة وتصميم بيكون في هناك مخرج. ولذلك اليوم العراق والحمد لله يقف مدافعا عن وطنه وعن وحدته، وهذا بالنسبة لنا عزة ودعم من أجل أن ندافع مع بعض عن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. العراق كانت واليوم نعمة السند ونعمة الدعم ونعمة الأخوة مع فلسطين، وقد وجدت هنا في قلب وعقل أخي دولة رئيس الوزراء مشكوراً كل المحبة. بارك الله فيك باسم إخواني الوزراء الحاضرين معي بشكرك، وباسم إخواني بشكر إخواني الوزراء، وأتمنى أنه تتيح لي الفرصة لكي أقول لكل عراقي وكل عراقية شاكرين ومقدرين لكم وقفتكم التاريخية مع فلسطين، وسنبقى الأوفياء للأقصى ولفلسطين. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. أحسنتم. شكرا جزيلا.